يعطيك العافية. كيفكن يا شباب؟ بخير سيدي. يعطيكم العافية. تسلم. انتبهوا بسرعة! شو عم يصير؟ اطحوا! احمل بالكم! ما حدا يرفع راسه! احمل بالكم! انتبهوا! خليكم مصلحين! عددهم كبير، انتبهوا! نحن عم نتعرض لهجوم! يلا شو عم يصير؟ سيدي الارهابيين هجموا علينا، استعجلوا شوي! شو عم تقول؟ يلا اركضوا! يا رب دخيلك مثل المطار. استعجلوا، اعطيني بارود. يلا الضابط يفوز مانو، اتصل فيه. اعطيني باروده. لا تدفعوا روسكم، اوقفوا الدوار الصادر، لا توقفوا. تحملوا، نحن قاشين، لازم ننتبه. يجوز يتسللوا من مكان تاني. خليهم يتسللوا مشان ندفنهم هون. اذا بيتسلل واحد منهم بموت من اهله. قالت لي. الو، الحقنا سيدي، هجمونا. كيف؟ عددهم كبير. طيب جاي فورا. شو صار؟ هاجموا الكتيبه. وقف سياره بسرعه. وقف 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 اخي، نحن عساكر، وصلنا على الكتيبه بسرعه. كبو، يلا بسرعة بسرعة يا أخي بسرعة. دفيلك يا ربي، أنا ما بدي موت. حملوا حملوا يا جدار. يلا تقدم يا اغبياء، لازم تقتلوهم. اوصوا لك الكل بخير؟ ايه الف الحمد لله سيدي، بس عددهم كبير. صياد، شو عم يساوي هالباص هون؟ في جواته عساكر سيدي، كلهم اغراض. يا ابني خليك في الباص. لا تحمل يا بطل. لازم نسحب المصاب سيدي. في كتير عساكر بالباص؟ ايه سيدي. طيب وين الشوفير؟ انا رح اجيبه. حموني. تمام.
أوصوهم! ما فينا نفوت لجوا. ولك كيف يعني ما فينا نفوت لجوا؟ شو انتو نسوان ولا مقاتلين محترفين؟ رح نفوت حتى لو كلف هالشي حياتكن. اذا حدا منكم بيخاف وبيحاول انه يهرب ساعتها انا رح اقتله بايدي، مفهوم؟ يلا كدوا اوصوا. انت منيح اخي مجاهد؟ اخي اخي مجاهد صار لك شيء؟ أخي مجاهد سيدي ساعدوني ما بدي موت. سيدي وينهم؟ بكل مكان. فينا نفوت من شي مكان من وراهم؟ الأحسن تفوتوا من بين الشجر. سيدي شو وضعي؟ رح موت. اللي انا رح موت هلا. بترجاك خلينا ننسحب.
هات. أمي مريضة وهي بحاجتي. تحمل يا بطل، ما رح تموت، لا تخاف، ما في أي خطر. جرحي خطير، رح موت يعني؟ اهدى، لا تخاف يا بطل، ما رح تموت، اهدى. ساعدوني. شلون وضعه؟ وضعه خطير كتير، لازم ناخده على المستشفى بسرعة. تمام سيدي، هربوا، خلينا نلحقوا. خليكم بمكانكم، ما حدا يتحرك. شو وضعه؟ وضعه خطير ولازم ناخده على المشفى بسرعة. حطوه بسيارة الإسعاف بسرعة. هو انصاب برصاصة، استقر جوا. نبضه ضعيف، لازم ناخده بسرعة. ماشي، مسيك من هون، خلينا نرفعه أخي. يلا ارفعوا، يلا. مع بعضنا، على مهلكم. يا بطل، أنت رح تعيش وترجع لنا، تحمل. ماشي، مين هدول؟ وشلون بيتجرأوا يجوا لهون ويهاجمونا؟ الواضح أن القصة كبيرة. أمرك سيدي، هربوا الإرهابيين، ما في خسائر بالأرواح، في عنا 2 مصابين، واحد إصابته خطيرة، نقلناه بسيارة الإسعاف. تحت أمرك سيدي. حافظ، زيدوا الحراسة هون، بتخلوا سيارة مدرعة تضل على الباب دائما. تحت أمرك سيدي. سيدي، طيب الإرهابيين ما رح نلحقهم؟ جماعة مكافحة الإرهاب عم يلاحقوهم. يا فوز، خلينا نجتمع بغرفة العمليات. تحت أمرك. في شي لفت انتباهكم؟ ايه، هالإرهابيين تيابهم مختلفة ولحيتهم كمان. شوف هداك، لحيته طويلة والتاني حالقة، كأنهم مؤسسين ائتلاف. هالشي مزبوط، ائتلاف إرهابي ضدنا. جماعة الاستخبارات خبرونا أنهم عم يأسسوا لشي، عم يحاولوا يجمعوا المنظمات تحت سقف واحد ضدنا، مو هيك؟ هالخبر حلو كتير. ليش؟ لأنه هالشي بيبين قديش هن ضعاف وقديش هن بيخافوا منا. هذا الشي الحلو، بس الشي السيء انه هن مصرين يأسسوا دولة إرهابية عند حدودنا. بعتوا لنا رسالة بهالهجوم وهي أصحكم تطلعوا، بيعرفوا انه القوات الخاصة رح يتحركوا بأول عملية برات الحدود. هجوم اليوم ما انه مجرد هجوم عادي يا شباب، بعتوا لنا رسالة وهي واضحة مثل ما قال يا فوز، لا تطلعوا برات حدودكم. هنن دمروا كل الضيعة العربية والكردية والتركمانية واليزيدية، قتلوا الأطفال واغتصبوا النسوان، ما رحموا حدا، قتلوا الصغير قبل الكبير. هدول مجرمين وقتلة، ومن واجبنا نوقفهم. مين زعيمهم سيدي؟
اسم هالإرهابي سانجار، يلي قدرنا نعرفه هلأ إنه هو المسؤول عنهم، بس زعمائنه بيتغيروا. إذا مسكنا سانجار بنفس اللحظة بيجي بداله. في حبال على رقابهم، بس يلي ماسك طرف هالحبال هو عم يحركهم وعم بيساووا هالشي قدام عيون كل العالم. هي بالضبط، بيعملوا نزاعات بالمنطقة وبعدين بيبيعوهم لأسلحة وبيكسبوا المصاري، بعدين بيسيطروا على مصادر الطاقة. جولاك مات واندفس، قام طلع لنا هالرجال بداله. لسه ما قدروا يلاقوا جثة جولاك؟ ما لقوها، لساتهم عم يدوروا. الأشخاص المدعومين من القوى العالمية يا شباب، بيحبوا الفوضى، وهن للأسف قدروا ينجحوا بخلق الفوضى وخاصة بالشرق الأوسط. نحن لازم نخرب لعبتهم سيدي، نمسك حبال الإرهابيين ونربطهم وبأسرع وقت. إذا فاطمة رد بلكي الموضوع ضروري. ماشي سيدي. هاي المنطقة وهالمنطقة كمان وهون وهاي المنطقة، كل هالمناطق بتتعاون معنا وهنن الهدف الأول للمنظمة ونحن أملهم الوحيد. ما فيهم يقاوموا؟ ما عندهم أسلحة، ما فيهم يواجهوا إرهابيين عندهم أسلحة متطورة. سيدي ليش ما منتدخل ومنساعدهم؟ فريق القوات الخاصة ما في يواجه هالشي لحاله، نحن عم نحكي عن آلاف الإرهابيين المتطرفين. بيساعدنا الجيش. بالأول لازمنا قرار من القيادة بهالشي، والقرار على الطاولة. رح يتقدموا على هالمكان ضيعة تركمانية، وهالضيعة موقع كتير مهم بالنص تماما، إلى أهمية استراتيجية من شان عملياتنا برات الحدود. منفوت على الضيعة الليلة. بالضبط تماما. إذا وصلوا على هاي الضيعة قبلكن رح يقتلوا الكل. على القليل لبينما يأصدروا هالقرار خلونا ننقذ الناس يلي هنيك بسرعة. بركي ما أصدروا القرار، رح نترك الناس يموتوا ما نعمل شي؟ بحياتنا ما تركنا مظلوم يواجه الموت، ما بنقبل بهالشي بنوب. هالعلم يا رجال مو بس للشعب بجمهوريتنا، هو علم كل المظلومين بالدنيا. يا شباب ليش لبسنا هالبدلة العسكرية؟ لنكون الأمل للمظلومين، لنمد إيدينا للناس المحتاجين، وإذا ما ساعدناهن ما حدا رح يساعدهن. ما رح نوقف نتفرج على المجازر يلي عم تصير هنيك، وما رح نسمح إنه تتأسس دولة إرهابية على حدودنا لو شو ما صار. ما منتراجع عد ما كانت أعدادهن، وما منخاف حتى لو استخدموا كل الأسلحة. بالقوة يلي بقلبنا رح نخليهم يتراجعوا. ولا تنسوا مو نحنا يلي منخاف، هنن يلي رح يخافوا. مستحيل نسمح لهم يحتلوا الضيعة. الله يوفقكم ويحميكم. تسلم. ألو نعم. طمني كيف صار العسكري؟ وضعه خطير سيدي وكتير. عن جد؟ الله يعافيه ويكون معه، لا تضايق حالك. بيتعافى. على كل، انت عارف عنا مهمة الصبح. ماشي سيدي.